السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم، جمعة مباركة علينا وعليكم على الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات. عاد الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات يا إخوانا. النهاردة معانا عرض، بسم الله ما شاء الله، عرض الفواخر، عرض الجمال، عرض الحلويات. العرض بتاعنا النهاردة بيتكلم بفضل الله تعالى عن 11 معزي رخين على الأولاد بفضل الله تعالى. 11 بفضل الله تعالى رخين على الأولاد. صلى على الحبيب كده عشان قلبك يطيب. صلى على الحبيب. 11 إخواننا بفضل الله تعالى رخين على الأولاد. دول إخواننا بفضل الله تعالى عشرهم يتراوح ما بين 3 شهور ونص بفضل الله تعالى ل4 شهور. يعني يبدأ من 3 شهور ل4 شهور بفضل الله تعالى اخوان. تعالينا محمد ابو تمام كده اخواني. صلى على الحبيب. فيهم الضبعي، فيهم الزرايبي، وفيهم اللهم صل على المصطفى الشامي. يعني كلهم بفضل الله تعالى حدث حلوه بفضل الله. هذا هم بفضل الله تعالى. صلى على الحبيب قلبك يطيب. صلى على الحبيب يا اخواني قلبك يطيب. سنهم يبدأ بفضل الله تعالى من كاسر جوز بفضل الله لقافل. يعني فيهم اللي هم يا اخواني بفضل الله كاسر جوز وكاسر 4 وكاسر 6 بفضل الله تعالى، وفيهم القافل يا اخواني. يعني اكبر ما فيهم الولد الرابع بفضل الله. طلع الحمرة ده بفضل الله الشغل. في الشغل بفضل الله. صلى على الحبيب عشان قلبك يطيب. امسكها بالراحة. لا لا يا اخوانا بفضل الله. هذا الشغل بفضل الله. امسكها. صلى على الحبيب يا اخوانا. امسكها كده. شوف الحجرة يا اخوانا. شوف الحجر. تعال لده. تعال على بيه. شوف الحجر يا اخوانا. بص الحجر. شوف الحجر عامل ايه. شوف الشغل يا اخوانا بفضل الله. هذا هو. صلى على الحبيب كده. دمعة مباركة علينا وعليكم على الأمة الإسلامية. سيبها وتغيرها. أثر بعين اللي خش الدالة. ماشي. ندى. شوف أخوانا الشغل بفضل الله. شوف الحجرة تحت عاملة. شوف الحجرة تحت. ده شغل راخي. سيبها. ماشي. هاتوا واحدة واحدة. يلا يلا. هذا الشغل بفضل الله تعالى اخوان. رقم الموبايل 0195182296 اخوان. رقم الثاني سيبه خلاص اتغير. الرقم الثاني بفضل الله تعالى 011 بفضل الله اللهم صل على المصطفى. 011 43 89 89 50 اخوان بفضل الله تعالى كده يا محمد. هذا الشغل بفضل الله تعالى. دول 11 عن زرخين على الولادة اخوان بفضل الله. شغل الراخي. هذا الشغل بفضل الله تعالى. ماشي امسكها. صلى على الحبيب كده عشان قلبك يطيب. دعمونا بالصلاة على الحبيب النبي. هات وش عليه. شوف اخوانا الشغل. سيبي سيبي هات وش عليه. تعال داكل. الشغل اخوانا بفضل الله. ده شغل الدبابات. دعمونا بالصلاة على الحبيب النبي كده. ما سيبه. هات اللي من جوا دول. سوق محمد هات يلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اخواني. دول عرض الفواخر بفضل الله تعالى. ده عرض اسمه عرض الفواخر. بس غير. اخواننا الشغل بفضل الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دعمونا بالصلاة على الحبيب النبي. بس سيبه. هذا الشغل بفضل الله. ماشي. هذا الشغل بفضل الله تعالى. هذا الشغل بفضل الله. سيبها هذا غيرك. يلا. سعر العرض ده بفضل الله تعالى عاملين 11 واحدة رخين على الولادة يا اخواني بفضل الله تعالى عاملين 27,500.
ال 11 دول عاملين 27,000 ونص يا اخوانا بفضل الله تعالى. دول 11 عاملين 27,000 ونص. دعمونا بالصلاة على الحبيب النبي كده. فواخر والله فواخر يا اخوانا بفضل الله. ادي المال يا اخوانا. شوف الشغل بفضل الله تعالى. اللهم صل وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين. ادخل مش يطلع خش طيب يا اخوانا. صلى على الحبيب ورمش له. صلى على الحبيب يا اخوانا. بس سيبه. صلى على الحبيب قلبك يضيع. هذا الشغل بفضل الله تعالى. هذا الشغل بفضل الله. اهو كده خليهم يخشوا بالراحة. يلا سوقهم كده بالراحة كده خشوا. عشان جماعة المشاهد يشوفهم. واحدة واحدة كده بالراحة. اوعى يوسف. يلا. فرد اخواننا على الشغل بفضل الله تعالى. هذه الحلويات اهي. هاتهم كده تانا. هذا الشغل بفضل الله تعالى يا اخوانا. هذه الجمال اهو. هذه الحلويات. هذه التحف. دبابات بفضل الله تعالى. والله دبابات يا اخوانا. الشغل بفضل الله تعالى. الشغل. صلى على الحبيب. صلى على الحبيب يا اخوانا. صلى على الحبيب يا اخوانا. هذا الشغل بفضل الله تعالى. الحلويات والجمال. وجمعة مبارك علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية. شوفوا رقم الموبايل يا اخوانا 0195-18296. الرقم الثاني يا اخوانا 011-43-89-89-50 بفضل الله تعالى. اللهم اخوانا صلى على الحبيب قلبك يطيب. صلى على الحبيب يا اخواني ودعمونا بالصلاة على الحبيب المصطفى. شوف الشغل كله. هذا هم الشغلات بفضل الله تعالى. حي. حلويات دول يا اخواني. حلويات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 11-43-89-89-50 بفضل الله تعالى. اللهم اخوان صلى على الحبيب قلبك يطيب. صلى على الحبيب يا اخواني ودعمونا بالصلاة على الحبيب المصطفى. شوف الشغل كله. هذا هم الشغلات بفضل الله تعالى. حي. حلويات دول يا اخواني. حلويات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.